بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في مساق مبادئ الشبكات 1. هنتكلم على أجهزة الشبكات اليوم، الفصل الرابع، المحاضرة الثالثة في الوحدة هذه. تكلمنا سابقا عن الجسر، نأتي نتكلم على أن الجسر يعمل على تحسين وزيادة فعالية الشبكة، لأن كل قسم من أقسام الشبكة سوف يحقق التالي: 1. التعامل مع عدد أقل من الحزم، عدد أقل من التصادمات، العمل بفاعلية أكبر. تستطيع الجسور الربط بين شبكات تعمل مع بروتوكولات مختلفة مثل OSI, TCP على IP, IPX. لا تستطيع الجسور التمييز بين البروتوكولات المختلفة، ولهذا فهي لا تقوم بالتحويل أو الترجمة من بروتوكول إلى آخر أثناء تمرير حزم البيانات بين الشبكات المختلفة، بل تقوم بالتعرف على الكمبيوتر الموجه إليه الحزمة بقراءة عنوان المستقبل في رأس الحزمة، وتترك مهمة التعرف على البروتوكول للجهاز المستقبل عن الطرف الآخر. في أنواع الجسور، تنقسم الجسور إلى نوعين: 1 داخلية، 2 خارجية. طب الداخلية تركب داخل جهاز المزود، وبعض أنظمة التشغيل تدعم استخدام أكثر من جسر داخلي في جهاز المزود. كمان مرة، في عندي نوعين من الجسور: جسر داخلي وجسر خارجي. الداخلي تركب داخل جهاز المزود، وبعض أنظمة التشغيل تدعم استخدام أكثر من جسر داخلي في جهاز المزود. 2 خارجية، وتكون عبارة عن أجهزة مستقلة. خارجي بيكون أجهزة مستقلة. طيب، تقسم الجسور حسب عملها إلى قسمين، هما جسور محلية وجسور بعيدة المدى. الجسور المحلية بنسميها لوكال، الجسور بعيدة المدى اللي هي الريموت. تقوم الجسور المحلية بالربط بين مين؟ الأسلاك المحورية للأقسام المختلفة من الشبكة، وتكون هذه الأقسام متصلة بشكل مباشر. بينما الجسور بعيدة المدى فإنها تقوم بالربط بين الأسلاك المحلية والأسلاك بعيدة المدى، مثل أسلاك الهاتف المؤجرة. يستخدم هذا النوع من الجسور للتوصيل بين عدة شبكات محلية تفصلها مسافات شاسعة، وفي هذه الحالة فإن الجسر بعيدة المدى لا يعمل وحده، بل يجب أن يعمل جسران معا كزوج، وكل جسر يجب أن يتصل بمودم متزامن، والذي يتصل بدوره بخطوط الهاتف مؤخرا. تعمل الجسور على مبدأ أن كل جهاز على الشبكة له عنوان فريق، لأنه كل شبكة لها عنوان فريق. تمام. يتم توجيه الماك أدريس نمبر، يتم توجيه الحزم وفقا لهذا العنوان. تعمل الجسور على مبدأ أن كل جهاز على الشبكة له عنوان ماك أدريس، عنوان فريق اللي هو الماك أدريس، يتم توجيه الحزام وفقا لهذا العنوان. تمتلك الجسور بعض السمات الذكية، فهي تستطيع جمع المعلومات عن الأجهزة عن الشبكة. تمتلك الجسور البريدج، في إلها بعض السمات الذكية، فهي تستطيع جمع المعلومات عن الأجهزة عن الشبكة. يتم تحديث هذه المعلومات في كل مرة يتم فيها نقل الأجهزة وإضافتها للشبكة، ويطلق على هذه الخاصية اسم تعلم الجسور، لو Bridge Learning.
تتعرف الجسور على الأجهزة على الشبكة بأن تقوم بإرسال رسالة موجهة إلى كل الأجهزة على الشبكة وعندما تقوم هذه الأجهزة بالرد فإن الجسور تتعرف على عناوينها ومواقعها وتقوم بعد جمع هذه المعلومات باستخدامها لإنشاء جداول توجيه table routing. وهنالك طريقة أخرى تتعلم بها الجسور وهي الاستباع والكشف عن حجم البيانات المارة من خلالها. فعندما يتسلم الجسر حزمة ما فإنه يقوم بمقارنة عنوان الكمبيوتر المرسل للحزمة والذي يقرأه من رأس الحزمة مع العناوين المخزنة مسبقا في جدول التوجيه. فإذا لم يعثر الجسور على هذا العنوان ضمن جدول التوجيه فإنه يقوم بإضافته للجدول، وهكذا يقوم الجسر بالتحديث المستمر لجداول التوجيه. كما يقوم الجسر بمعاينة عنوان الكمبيوتر المستقبل والذي يقرأه أيضا من رأس الحزمة التي يستلمها. والآن لنرى ماذا سيفعل في الحلقات التالية. أولا نفترض أن الجسر قد وجد عنوان المستقبل ضمن جداول التوجيه. في هذه الحالة هنالك احتمالين: أن يوجه الرسالة الجسر الحزمة التي عنوانها المطلوب، وذلك في حالة أن كان عنوان المستقبل لا ينتمي إلى نفس القسم الذي ينتمي إليه عنوان المرسل، أي أن الجهازين المرسل والمستقبل ينتميان إلى أقسام مختلفة. اثنين، يا بيستقبلها يا بوجه رسالة يا إيش يا بتجاهلها. اثنين، يقوم الجسر بتجاهل هذه الحزمة وتمريرها، وذلك في حالة أن كان عنوان المستقبل ينتمي إلى نفس القسم الذي ينتمي إليه عنوان المرسل. في هذه الحالة لا داعي لاستخدام الجسر، حيث أنه يصل بين أقسام مختلفة بين الحزمة، يجب أن تبقى في نفس القسم ولا تنتقل إلى قسم آخر. وهذا يعني أن الجسر يقوم بفلترة حزم البيانات التي تمر من خلاله. الحالة الثانية، نفترض أن الجسر لم يجد عنوان المستقبل ضمن جداول التوجيه، وفي هذه الحالة يقوم الجسر بتوجيه هذه الحزمة إلى كل أقسام الشبكة ما عدا القسم الذي ينتمي إليه الجهاز المرسل للحزمة. تعمل الشبكات الموسعة باستخدام جسر واحد بمستوى كبير من البساطة، ولكن تعقيدها يزيد من استخدام عدة جسور. نجي نتكلم في الراوتر. الراوتر يعمل في الطبقة الثالثة اللي هي طبقة النتورك، تمام؟ يقوم بالوظائف التالية. تعال نتعرف على الراوتر اللي هو الموجه. تقوم الموجهات بعمل مهم في الشبكة. نتعرف على أعمالها ووظائفها ذات الفروع المتعددة. إذ تقوم بإرسال الإشارات من شبكة إلى أخرى، حتى لو كانت هذه الشبكات مفصولة بعدد من الشبكات الفرعية. برضو من وظائف الراوتر توضيح أفضل الطرق من أجل الوصول السريع للجهاز المطلوب. يوجد في الموجهات جداول توجيه مثل جداول الجسور، ويتميز الراوتر عن الجسر بعدة أمور. منها يعتمد جداول التوجيه في الموجهات على عناوين الشبكات مثل الأرقام الآي بي، مثلا قلنا 180.190.200.201، هذه عنوان الشبكات اللي أنا بختصني في الراوتر. وبه خارطة للمسار السريع بين الفروع والموجهات الأخرى والمسافات الفاصلة البعيدة. إيش الغرض من الراوتر أو الغرض من الموجه؟
واختبار البيانات القادمة إليه لكي يختار أحسن مسار له لها ويقوم بتوجيهها معتمد على مين؟ الـ IP address. من الوظائف المهمة جدا التي يقوم بها بربط تكنولوجيا الطبقة الثانية المختلفة مثل داتا لينك لاير ما مثل الإنترنت والتوكن رينج والاف دي اي. ايش من وظائفه المهمة جدا؟ يقوم بربط تكنولوجيا الطبقة الثانية مع الطبقة الثالثة، الطبقة الثانية المختلفة مثل الإنترنت والتوكن رينج والاف دي اي مع الطبقة الثانية اللي هي داتا لينك لاير. برضو يعتبر الراوتر العمود الفقري في الإنترنت معتمدا على بروتوكول اي بي. والراوتر زي ما حكينا انه من أجهزة الطبقة الثالثة. الراوتر او الموجه هو جهاز يستخدم لتوسيع الشبكة المحلية ويحقق اتصالا في البيئات التي تتكون من أقسام شبكات ذو تصاميم وبروتوكولات مختلفة. طب إيش أعمال الراوترات أو الموجهات؟ 1- فلترة حركة المرور بين أقسام الشبكة المختلفة. 2- ربط أقسام الشبكة معا. هذه عملها شبه عمل الجسور. طب إيش بتختلف عن الجسور؟ ولكنها وبعكس الجسور لا تسمح، يعني عمل لا تسمح بمرور الرسائل الموجهة لجميع المستخدمين بشكل عام. توفر الموجهات تحكم أفضل بين المرور بين الشبكات، يعني في التحكم الموجه أفضل من مين؟ الجسر. الراوتر أفضل من البريدج في عملية التحكم، وكذلك لا تسمح بمرور الرسائل الموجهة لجميع المستخدمين. تستطيع الموجهات قراءة المعلومات المعقدة لعنوان الشبكة والتي تحمل لها حزم البيانات، كما تستطيع أن توجه هذه الحزم عبر عدة شبكات وتقوم بذلك بتبادل معلومات محددة للبروتوكولات بين الشبكات المختلفة. كما تقوم الموجهات بمشاركة معلومات التوجيه مع الموجهات الأخرى على الشبكة، وذلك يتيح لها استخدام هذه المعلومات لإعادة التوجيه حول روابط الشبكة الواسعة التي تفشل في تحقيق الاتصال. كما تستخدم هذه المعلومات لاختيار المنفذ والمسار الأنسب لتوجيه البيانات التي تتلقاها. تستطيع الموجهات الربط بين الشبكات المحلية والشبكات الواسعة بالقيام بترجمة بروتوكول TCP/IP، أو بمعنى أدق ترجمة عنوان الواجهة في حزم البيانات من صيغة يفهم بروتوكول TCP/IP في الشبكة المحلية إلى صيغة يفهم بروتوكول فريم ريلي في الشبكة الواسعة. يقوم الموجه بمراقبة المسارات على الشبكة وتحديد أقلها ازدحاما لتوجيه حزم البيانات عبرها. وفي حالة أن أصبح هذا المسار الذي تتم اختياره مزدحما في المستقبل فإنه من الممكن اختيار مسار آخر. تستخدم الموجهات جداول التوجيه لتحديد عنوان وجه الحزم التي يستقبلها. على ايش بتحتوي على ايش؟ شو هو المعلومات التي تحتوي عليها جداول التوجيه؟ 1- جميع عناوين الشبكة. 2- كيفية الاتصال بالشبكات الاخرى. 3- المسارات المتوفرة بين موجهات الشبكة. 4- تكلفة ارسال البيانات عبر هذه المسارات. تتعرف الموجهات او الراوتر على ارقام الشبكات التي تسمح لها بالتحدث مع غيرها من الموجهات الأخرى على الشبكة، وتتعرف كذلك على عناوين الشبكات التي تنتمي لها بطاقة كل شبكة. من المهم أن نلاحظ أن جداول التوجيه التي تستخدمها الموجهات تختلف عن تلك التي تستخدمها الجسور، ويمكن الاختلاف في أن جداول التوجيه في الجسور تحتوي على إيش؟
على عناوين بروتوكولات اللي هي ماك أدرس لكل جهاز على الشبكة، بينما يحتوي جداول توجيه الموجهات على عناوين لمين الشبكة المرتبطة معه، وليس على عنوان كل جهاز على الشبكة. تعتبر الموجهات أيضا أبطأ من أغلب الجسور، وذلك لأن الموجهات يجب أن تقوم بعمليات معقدة على كل حزمة بيانات تتلقاها. عندما تتسم الموجهات تتسلم الموجهات حزمة البيانات والتي تكون موجهة إلى شبكة بعيدة، فإن الموجه الأول يقوم بتوجيه الحزمة إلى الموجه الذي يدير الشبكة البعيدة المطلوبة، المطلوب تسليم الحزمة إليها. بينما تقوم حزم البيانات بالمرور من موجه إلى آخر، يقوم الموجه باستخراج عنوان المرسل والمستقبل في الحزمة، ويقوم بتغيير هيئتهما بشكل يستطيع بروتوكول الشبكة المستقبلة فهمه والتوافق معه. ولكن عملية التوجيه لا تتم وفقا لهذه العناوين، وإنما تعتمد فقط على عنوان الشبكة المرسلة والمستقبلة. تتضمن عملية تحكم الموجه بالحزم ما يلي: 1- إيش عملية التحكم اللي تقوم بها الشروط التي تتضمنها؟ 1- منع البيانات المعطوبة من المرور عبر الشبكة. 2- تقليل ازدحام حركة المرور للترافيك تاع الشبكة بين الشبكات، استخدام أكثر كفاءة للوصلات بين الشبكات بالمقارنة مع الجسور. من الممكن استخدام نظام عنونة الموجه لتقسيم شبكة كبيرة إلى أقسام أصغر، يطلق عليها عادة سب نتس. من الممكن استخدام نظام عنونة الموجه لتقسيم شبكة كبيرة إلى عدة أقسام، يطلق عليها سب نتس، حيث أن الموجهات تمنع من مرور الرسائل الموجهة إلى كل المستخدمين، فإنها وبالتالي تمنع من حدوث العواصف لو برودكاست سترومز. هنالك نوعان رئيسان للموجهات. إيش أنواع الموجهات؟ 1- موجهات ساكنة اللي هي ستاتيك. 2- موجهات ديناميكية اللي هي دايناميك. تتطلب الموجهات الساكنة من مدير الشبكة القيام بالتالي: إعداد جداول التوجيه والتحكم بها. 2- تحديد الوجهات والمسارات المتوفرة على الشبكة. ونظرا لأن هذه المهام موكلة لمدير الشبكة، فإن مقدار الأمن يكون أكبر. أما الموجهات الديناميكية فهي تتعرف بنفسها على الوجهات والمسارات على الشبكة، ولذا فهي تحتاج إلى مقدار ضئيل من الإعداد، ولكنها تعتبر أكثر تعقيدا من الموجهات الساكنة، وهي تقوم باختبار المعلومات من الموجهات الأخرى على الشبكة لتتخذ القرار الأنسب لتوجيه الحزم عبر الشبكة. ويعتمد هذا القرار على عدة عوامل، منها: 1- التكلفة. 2- مقدار الازدحام عبر المسارات المختلفة. هنالك صفات ووظائف مشتركة بين الجسور والموجهات: 1- توجيه الحزم بين الشبكات. 2- إرسال بيانات عبر وصلات الشبكة. وأحيانا قد يخلط المرء بين الجهازين، ولكن يكمن سر التفريق بينهما في حزم البيانات. يمكن رؤية الفرق الأساسي إذا عرفنا أن الجسر لا يرى سوى عنوان الجهاز المرسل وعنوان الجهاز المستقبل، وإذ لم يعترف على عنوان الجهاز المستقبل فإنه يقوم بتمرير الحزمة إلى كل الأقسام ما عدا القسم الذي انطلقنا منه. الآن إذا كانت شبكة صغيرة وأقسامها قليلة فلا مشكلة، ولكن إذا كانت الشبكة كبيرة وأقسامها كثيرة، فإن إرسال مثل هذه الحزمة إلى كل الأقسام والأجهزة على الشبكة
سيؤدي إلى إيش؟ إبطائها بشكل ملحوظ، بل ربما يؤدي إلى توقفها. أما بالنسبة للموجهات فهي لا تعرف بالتحديد أين يقع كل جهاز على الشبكة، ولكنها بدلا من ذلك تعرف عنوان الشبكة المختلفة المكونة للشبكة الواسعة، كما تعرف كذلك عناوين الموجهات الأخرى المتصلة بهذه الشبكة لتوجيه الحزم المناسبة إليها، كما أنها لا تمرر أبدا الرسائل إلى كل المستخدمين، وتمنع بذلك حدوث البرودكاست ستروم. لا تتعرف الجسور إلا على مسار وحيد في الشبكات، أما الموجهات تتعرف على جميع المسارات المتوفرة وتختبرها لاختيار الأفضل بينها، ولكن نظرا لتعقيد عمل الموجهات فإنها تمرر البيانات بشكل أبطأ من الجسور. انطلاقا من جميع العوامل السابقة، فإنك لست بحاجة لاستخدام الموجهات إلا في الحالات التالية: تحتوي أقسام الشبكة لديك على جهاز على 20 جهاز أو أكثر، كل الأقسام أو بعضها تستخدم بروتوكولات معقدة مثل TCP/IP، تحتاج إلى توصيل لان مع شبكة محلية مع شبكة واسعة. نادي نتكلم عن البراوترز، يعمل في الطبقتين التالية والثالثة. إيش وظائفه؟ هو جهاز يجمع بين مميزات كل من الجسور والموجهات، ويسمى راوتر أو مالتي بروتوكول راوتر، براوتر أو مالتي بروتوكول راوتر، وهو يستطيع أن يعمل كموجه مع بروتوكول وكجذر مع باقي البروتوكولات عندما لا تكون هناك حاجة لاستخدام الموجه. إيش وظائف البراوتر أو المالتي بروتوكول راوتر؟ 1- توجيه بروتوكولات مختارة وقابلة للتوجيه. 2- يعمل كجسر للسماح بمرور البروتوكولات غير المتوافقة مع الموجهات. 3- يحقق تكلفة أقل وكفاءة أكبر من استخدام جسر وموجه معا. نجي نتكلم عن الجيتوي. الجيتوي أو البوابة أو الجيتوي، فهي جهاز يربط بين نظامين يستخدمين بروتوكولات مختلفة، تصاميم متباينة لحزم التباين، لغات مختلفة، تصاميم مختلفة. البوابة أو الجيتوي هو جهاز يربط بين نظامين يستخدمان: 1- بروتوكولات مختلفة، تصاميم متباين لحزم البيانات، لغات مختلفة، تصاميم مختلفة. مثال على البوابات، وليكن بوابة البريد الإلكتروني. تستقبل البوابة الرسالة في شكل معين. 2- تترجم الرسالة إلى شكل جديد يستطيع المستقبل استخدامه. 3- توجه الرسالة إلى مستقبلها. تستطيع البوابات ربط الشبكات التي تعمل في بيئات متباينة مثل مسود ويندوز NT وشبكات أنظمة IBM، وهي تفعل ذلك بأن تقوم بتسليم حزم البيانات من الشبكة الأولى، ثم تقوم بإزالة كل معلومات البروتوكولات منها، ثم تعيد تشكيل الحزمة وتضيف إليها معلومات البروتوكول المستخدم في الشبكة المستقبلة. إذ ما تقوم البوابة به حقا هو عملية تحويل كاملة من بروتوكول إلى بروتوكول آخر. يبقى وظيفة البوابة هو تحويل من بروتوكول إلى بروتوكول آخر. تعتبر البوابات ذو مهمة محددة، وغالبا يتم توفير مزود خاص في الشبكات الواسعة لعب دور البوابة. ونظرا لأن العمليات التي تقوم بها البوابة من تحويل بين البروتوكولات يعتبر من الأمور المستهلكة لذاكرة وموارد الجهاز، فإنه يستحسن أن يكون الجهاز القائم بدور البوابة مخصص فقط لهذه المهمة، وألا توكل إليه مهام أخرى. تتميز البوابات فيما يلي:
تقوم البوابات بمهمتها المحددة بكفاءة وفعالية، تخفف من الحمل عن باقي الأجهزة. إيش العيوب تحت البوابات؟ أن مهامها محدودة للغاية، بطء عملها، مكلفة الثمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية، نلتقي في المحاضرات الأخرى.